بسم الله، ربنا اجعلنا خير من وحدك وخير من سمعك وخير من اهتدى إليك. آمين يا سيدنا يا عظيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا، فأما الذين آمنوا، أو تفصيل، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا 100%، يعني الإيمان زاد. وكيفاش تعمل القرآن ينزل ولا يزيد الإيمان؟ لا، لا يمكن، لأنه التعامل مع القرآن بجد وامتثال لقول الرحمن ما يأتي إلا أن يزيد معه الإيمان درجة وعنفوانا وصدقا ومصلحة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا، هذه الآية إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يعني يتمتعوا، يصور إجليس يتمتعوا باللي كون القرآن مازال في النزول ببركاته وأسراره وتعليماته. الله يخاطبك وأنت لست بغافل عن المكانة العالية اللي أنت تتمتع بها، بينما الخزي والعار على كلاب الكفر والعدوان، وعلى الرغم فيهم أهل العدوان كما ترامب الفاسد، كيفاش تغا فاروح فرعون هذا العصر النقيض، وهو ما جاش فريع، وكان من الغافلين، وكان لغته كلها سواء كان الكلامية أو الإشارية أو القصدية الظاهرة والباطنة، كان إنسان يعني مفضوح بالتمام. عارفين واحنا من هو، لأن عندنا صورة صحيحة عن سلسلة من الفراعنة عبر التاريخ، ويكفيكم دراسة رمسيس الثلاثة على ما يبدو، تعرفوا بالضبط كيف انتهت حياته على شر نهاية، والغرق. والغرق ما كانش واحد، تو الأمريكان اللي تبعوا فيه ومعجبين بيه ويألهوا فيه، لذلك ما عندهمش شبه. ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام كما تكون يولى عليكم، ما قالش الأصل في الصلاح ولا في الخراب هو الجماعة، وبعد يطلعوا من القائد لهم سواء كان قائد خير أو قائد شر. وبالتالي بحر التاليه طبقتي المياه البحر الأحمر، قال آمنت بإله موسى، وين هات هاي هات، قالوا ربي باش يخليه دايما عبرة لمن يعتبر، باش ينقذك ببدنك اليوم، باش تكون آية، باش الناس صاروا عندها أشياء ملموسة، أشياء عولجت في مختبرات هيرة اللي مات غرقا. وشر الميتات إما غرقا أو حرقا. الكلب تراب الله أعلم به كيفاش باش يكون، لعله يزيد حمقا ويتمترس في البيت الأسود وقتها يعطلهم، فباش ياضوا بعد من الانتخابات الجنونية وصلته، وحنا ماناش عارفين إلى أي حد يكون هذيان كلاب أمريكا، لا نقول أحرارهم وحرائرهم، ما الكلاب أمريكا ناس عدوانيين، ناس مغرورين، ناس سفك دماء، تخريب الأوطان بدون شعور بالذنب، وما زالوا إلى الأمام بما فيهم اللي جاء جديد تو. راه أنت ملاك ومنقذ، ما لا صور، هو سي لو كونتر كي لو فري، هو إنسان مالت ريحة الجهد العضلي معروف، خاصة الفترة دي اللي يجي وبعد يقف، مش يقف على هواه بإرادته، وقف خاطر النفس نتاعو ضاق، وباهو ماشي يسوس دولة يخرجها منحها من الضيق اليافي، دو حيان باركة.